والله اني ادري انه من اول اني ما صاير من بوستر. جثة بتصير اتوقع. جثة بتصير. حلو حلو. نشوف اول شيء في احد هنا. ما في احد هنا. يعني اذا جاء من هنا فهو قاتل. اذا جاء من هنا فهو قاتل بسرعة. السلام عليكم يا اخوان. يا ويلي اخوان لازم تركزون. عدل 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 عدل. تمام تكلم بينا. رايد القلب وين مكانك؟ انا قدام المد بي انتظر اي واحد يطلع عشان اظلمه. اقول مو اظلمه قصدي نقول هو طيب. ولا حط طلع. نكسيم وين كنت؟ نكسيم انا توي بدخل على السكيورتي الباب مقفل والمد انفتح قدامي. اوه سو انترستينج سو انترستينج. وشو يعني وين كنت سام؟ طيب انا كنت في الالكتريك وكان معايا منبا. نعم صحيح كنا انسان قاعد اسوي مهمات بس دخل علي بعدين بالساب. سؤالي لك انت يا فينوم ايش سويت مهمات هذا الراوند؟ انا سويت السوايب كارد بعدين رحت الكهرب وكان معاي طبعا. صالح خلصت ثلاث مهام هناك بعدين رحت على الدوائر وفص الدي جي مال المكتر وبعدين سويت الداونلود وطفى الكهرباء وانا قاعد اسوي الداونلود ورد وشغله. انا وثقت فينوم مره زين طيب لكن منباوي مره ما حبيته فاذا قفطنا منباوي طلع قاتل مجنون فاعرف ان بسام خويه. لحظه يا بارد الوجه. انا اول شيء سويت مهمه في المدبي حلو حقت ذيك الاشعه بعدين نزلت الالكتريك تمام قاعد سويت المهمات الثلاث اللي فوق. وين نزلت؟ نزلت الكهرب من الفنت يعني. كهرب. لا. شلون؟ دقيقة نكسي. يا عيال اللي عارفه لازم واحد يطلع ولا صح ولا لا؟ طيب تمام. شلون؟ لازم. يمه مصيبة. وفي اثنين بوستر يا اخوان لازم صار لازم. فينوم. هلا. نكسيمز يقول انه قدام السكيورتي صح ولا لا؟ ومنبا يقول انه نزل من الدبي على الالكتريك. انا حال ثاني. انا على الريبورتر في الشيلد انا شفت فينوم. ركزوا معي انتم واثقين فيني خلوني اسولف. نعم رايد واثقين خلنا اسولف شباب. ركزوا معي الحين منبا مع بسام ويوم بسام قال انا مع منبا قال يب معي فايش رايكم نصوت على منبا انطلع هو فارف بسام خويه. فنت مو بإيفنت فنت. هذا ينتظرني هذا ينتظرني. الله يلعن. ليش سويت انا ليش سويت انا يذبحوني زينهم شفقين شفقا. كميوت تصلح لحالك راي بالله عليك يلعن ام القار يا عيال. يا الله استغفر الله واتوب اليه اقسم بالله انها فكت ورب الكعبه. الو نوب نوب نوب. سنه كلهم راحوا وناموا وخلصوا. ديكسي انتظر نكسين زي بيذبح الحقود يسويها بارد الوجه تهجان. اسلام صح اسلام كلامي صح. نكسيمز عادي اقول شيء انت ساك بريدكس صح لانه قاعد ينتظرك برا ولا ايوه بقول شيء. السلام عليكم. كيف سلام اخوان طيبين الحمد لله. انا كنت واقف قاعد اشوف قاعد اعد بلود موهي تمام جاء شخص وقف عندي حلو. انا سويت حركه ذكيه ما رحت على طول اسوي الميتنج وقفت عند الادمن لين ما حرك بعدها رحت اسوي ميتنج. مو هي سواها تقريبا 15 الى 16 ثانيه حلو فعادي لو تحطون عليه اسس ومعه اه انا فكت بس الماك طاح والله. انت شكلك تعذب الماك طاح والعصير انكب ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد شوي البي سي طاح. اسكب سكبوا حق بسم الله بسم الله وعلى بركة الرحمن. نبتدئ هذا في المدبي. نروح المدبي. بيش 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 واحد من هنا. الله يكفتها.
اوكي اسلم يا هذا دبل كله يا ساتر موهي المظلوم. بسال في واحد مر من جنبي من هو يبي يعلمك الحين صح؟ مستحيل يعلمك اتجاه. انت صوت على الجثة الخضر الفاتحة صح؟ انا توني كنت واقف عنده في في الكافيتيريا تركته عايش سيلف ريبورت يا عيال. اي سيلف سيلف آه. يا فينوم انا سالتك بعد صوت على طول خلاص سيلف سيلف واضحه يا حبيبي لعب ذا ما له تصديم ترى لعب كذا لا مو ترى رايد صالح بسام سعيد كب يا يلعن مطيقة اتفلسف اسلم اسلم يا العم يا رايد اسلم انت الحدي صوته على ريدكس ايه خلاص احنا سبعة انت الحدي ابوي تم تم ريدكس ريدكس خلاص ريدكس يلا روح تذبح يا اخي صالح 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 برتحت لها يا عيال ها تبي تصويت رايد اشوفك قاعد ترقص عند الجرس تبي تصويت لا فين غلاوي يظلم احد فين مشاك مين يا عيال انا مو بشاك انا قلبي شوف ترى الشباب يرمون قلبي وقلبي دليلي يا كريزي ما رايد لا بتختار يا رايد طيب يا سكيب سكيب طلع طلع واحد يا ابي سكيب سكيب يا ما بداري يا بداري يا بداري يا بداري يا بداري الله يرحمك يا نكسي طيب الحين انا اقدر اقنعكم اقدر كذا يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا خلاص اتوقع وضحت يعني خلاص كريزي قايل لكم قلبي قلبي دليلي اي قلبي دليلي قلبي دليلي ليش لا دقيقة باكم تقولوا ليش كريزي بس انا علمك الشباب يعرفون قلبي لان قلبي لا يخطئ ابدا صحيح يعني بس عشوائي صح انا واثق برايي يعني عشوائي انا نكسي معي صالح الحين صالح نكسيمز كلهم معي ترى بس انا كتيم يمكن انا يمكن هو من جد يا عيال لا تمشون جنبان اسف ما تمشي عندي سوف اقتلك يمه يمه بطني وجعني ورب الكعبة نومه بطني وجعني بدران بدران وينه بدران هو بيك بطني لازم اذبح الان لازم اذبح بدران الان يطفاه ممتاز جدا وانا كلام عنده كلام عنده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا اخواني انا في اليمين رايد انت اسأل رايد واحد 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 يا رايد بسام وينك بسام كان عندي بالكامات الو اكون وينك انت بالكامات انت ما انت في الكامات رايد مو بالكامات بالكهرباء عفوا ايه طلعت من عندك رايد وين المكان الجثة دقيقة خلنا نسأل يا بسام يصبر ايش في كونه نص اكم وين مكانك انا في الكافيتيريا فوق اسوي مهمة على اليمين معلو انا في الكافيتيريا في وارينج توفيق في وار تراك حاط ميوت انا في الرياكتر يسار تراي منبا اما حاط ميوت انا يمين تحت ابو مشوح اخر شيء يمين طيب الجثة دقيقة 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 في وار متى كيف متى صرت في اليمين اخر شيء يمين اخر شيء عند الشيل لا مو عندي عنديك الدائره اللي تضغط عليها طيك 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 كوميونيكيشن كوميونيكيشن تحت يمين يما يما رجلي رجلي النور عندك ما طفت لازم اذبح بسام بسام لازم يموت في هذه اللحظه لذلك نطفي هم النار ونقول تعال بسام تعال شباب النار تعال تعال يا بوي ابدا اني صوت اشوت اخوان حس انه بريء رايت فين كنت انا كنت معلو من وين مريت من عندك انا معلو من الورنجي من الورنجي مدري شو ذي ما اعرف ما احفظ اسميها يا عيال تسوي تام باش على رايد لان لا 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 ليه دعس على ام الجثه ولا لا تكفى دقيقه معلو لا معلو لا لا تظلمني كذا الله الله يرضى عليك حبيبي خل توفيق يتكلم تكفى اسلم الورنجي صح ولا رايد انا مريت من عند معلو رحنا انا رحت الكافيتيريا وراح يسا تحت بتصوتون علي صوتوا علي يا عيال صوتوا بس ترى مو بنا صوت صوت بس ابو شوح والله انت اشتغل لك البرتقاله طيب من اذبح
من أذبح أول؟ قولوا لي، قولوا لي. لكم يا بريها، لكم. تك وسب. سروح. لازم نطلع واحد. من بطلع من بطل. ليه من بطل؟ طلعوا. ليه؟ أنا ليه؟ كمات ذبح. ذبحت راي. الكمات شغالة. نعم. ايوه ايوه كده هنا كده القطات كده القطات هيك فط يلا حبيبي انا بذبحك جوا انا يا بارد الوجه يما يا ويلي بطني يما 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 وش اسوي لحالي بضري وجهي بضري وجهي الكابت كمان يعني لو طفينا الكام ارحب عكم اسمع الوضع خطير باقي اربعه بس يا عيال طيب دقيقه الجثه بس ما راح اقول وين وين الجثه وين كنت يا فيوار فالادمن انا توفيق انا بالكافيتيريا توني يا كافيتيريا رايد يب والاثنين انتم في الادمن دقيقه الجثه وين دقيقه ابو مشواح لكم في الادمن سوا ثواني يب حتى انا ما قبلت رايد ابدا ولا شفته يعني يا انت يا رايد لا يا انا يا رايد الو لا علي دخل انا لا لو سمحتوا ما تطقعون باخر ركعه تقولون رايد لا انا مواطن مسالم بريء اسكب يا اخوان يعني عكم اسكب الحين نمشي مع بعض نحجر له يلا قلت شيء ديوار يلا 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 بس يلا انت اللعبه يلا انت اللعبه يلا بس والله لو سواها توفيق يمه اقسم بالله يا اخي تكلم يا اخي بسم الله شخص على ايسر واحده ايسر واحده شغل اليسار اليسار اخ اي شغله اي يا عيال بالله اذا السواح يفوز قاعد اقول لكم البرتقالي يس مان ليتس جو يا عيال ليتس جو بيبي ليتس جو